صالون ايجوكتاك هو صالون التربيه والتعليم، صالون تكوين مهني، وصالون التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات المعرفه. اخترنا شعار الطبعه الثالثه الذكاء الاجتماعي في خدمه التعليم والتعلم. الهدف من صالون ايجوكتاك هو الجمع بين جميع الفاعلين الاساسيين في ميدان التربيه والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثه. بالنسبه للعارضين عندنا تقريب حوالي 80 عارض. ما يميز الطبعه الثالثه عن الطبعه الاولى والثانيه هو تاسيس او انشاء مسابقه بالشراكه مع المعهد الوطني للبحث في التربيه ليناغو. هي موجهه للمؤسسات الناشئه، الحاملين لافكار او الحاملين لبحوث او مؤسسات تعمل في اطار تطوير التعليم ووسائله الحديثه، وايضا في ميدان المقاولاتيه ورياده الاعمال. اليوم جينا المعرض هذا، لقينا بزاف شركات عموميه وخاصه عارضه هنا. حنا كزائرين رانا عجبنا الحال بزاف، جيت على واحد الحاجه مختصه في السيت ويب وفي لي بارجومون اكسيتيرا، ولقيت العارضين مختصين في هذا المجال، استقبلوني بيان، بروبوزيت عليهم لي بوزوا تاعي، لقيت كومينيكاسيون بزاف شابه، والحاجه تاعي لقيتها في هذا المعرض، صافي بليزير يكونوا معارض قلت كيما من هذا النوع.